بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات السابقة انتهينا من الوحدة الأولى وهي الوحدة المناخية. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ بالوحدة الثانية للحديث عن الجغرافيا الحياتية، لنتعرف على أنواعها والعوامل المؤثرة فيها. وبالتالي سنبدأ بإذن الله تعالى في هذه الحلقة بالتعرف على مفهوم الجغرافيا الحياتية. طبعا أحيانا قد يأتي سؤال في الامتحان يطلب منا ماذا نعني بالجغرافيا الحياتية، وهذا السؤال كما تشاهدونه أمامكم على الشاشة، ماذا نعني بالجغرافيا الحياتية؟ طبعا مفهوم الجغرافيا الحياتية كما نشاهده على الشاشة هو عبارة عن أحد فروع الجغرافيا الطبيعية. إذن الجزء الأول أن الجغرافيا الحياتية جزء من الجغرافيا الطبيعية. طب ماذا يدرس؟ يدرس التوزيع الجغرافي للنباتات الطبيعية والحيوانات البرية. إذن هو جزء من الجغرافيا الطبيعية. الجانب الثاني ماذا يدرس؟ يدرس توزيع الجغرافي للنباتات الطبيعية والحيوانات البرية. طب وماذا والعلاقة بينها ومع أو بين البيئة الطبيعية؟ إذن الجغرافيا الحياتية جزء من الجغرافيا الطبيعية. طب ما هي مهامها؟ وضحت أنه تدرس للتوزيع الجغرافي للنباتات الطبيعية للحيوانات البرية والعلاقة فيما بينها ومع البيئة الطبيعية التي تتواجد فيها سواء النباتات الطبيعية أو الحيوانات. طيب هذه الجغرافيا الحياتية حديثة النشأة، فلماذا بدأ الإنسان يهتم بهذه الجغرافيا الحياتية في السنوات الأخيرة؟ هنا سؤال قد يطرح أمامنا وقد يأتي مثلا ضمن أسئلة الامتحان، علل لما يأتي أو بما تفسر زيادة الاهتمام بالجغرافيا الحياتية في وقتنا الحاضر. لماذا بدأت الشعوب والدول والحكومات والناس تهتم بالجغرافيا الحياتية؟ طبعا هناك متغيرات على أرض الواقع، سواء من حيث تعداد السكان أو التزايد السكاني، أيضا استخدامات السكان حيث بدأت التقنية تزداد بشكل كبير جدا، ومن ثم حدث هناك نوع من عدم الاكتفاء الذاتي سواء من النبات الطبيعي أو من الحيوانات إلى آخره. إذن السبب الأول هو التزايد السكاني، السبب الثاني هو التقنية الحديثة أو التقدم التقني، أيضا أدى ذلك إلى عدم الاكتفاء الذاتي، وبالتالي بيحدث عندي مشكلة اقتصادية كبيرة جدا. طيب ننتقل إلى شق ثاني من الأسئلة وهو ما نشاهده أمامنا على الشاشة، ما المقصود بجغرافية النبات؟ عرفنا الجغرافيا الحياتية، الآن نبدأ نفصل الجغرافيا النباتية، ما المقصود بجغرافية النبات أو الجغرافيا النباتية؟ طبعا الجغرافيا النباتية ماذا تدرس؟ من اسمها دعونا نحلل دائما السؤال، جغرافية النبات. إذن هنا يتحدث لي عن النباتات، ويتحدث عن الجغرافيا يتحدث عن التوزيع الجغرافي المكاني. إذن هنا علم يدرس، ماذا يدرس؟ أنواع النباتات الطبيعية من حيث تصنيفاتها وتوزيعاتها الجغرافية. إذن هنا ارتباط ما بين النبات والمكان. إذن هو علم يدرس أنواع النباتات الطبيعية وتصنيفاتها المختلفة وتوزيعها الجغرافي فقط والعوامل المؤثرة فيها. واضح إذن الآن أنه هو عبارة عن علم، ماذا يدرس؟ يدرس لأنواع النباتات المختلفة، النباتات الطبيعية وتصنيفاتها وتوزيعها الجغرافي، ونوجد هنا الرابط وهي العلاقات فيما بينها، وهذه إن شاء الله تعالى سنتحدث عن ذلك، سواء العلاقة فيما بينها والعوامل المؤثرة عليها سنتحدث عنها بنوع من التفصيل بإذن الله. ننتقل الآن للتعرف على أنواع من النباتات الطبيعية، والسؤال الذي يطرح نفسه أمامنا على الشاشة، ما الفرق بين كل من جغرافية الفلورا النباتية
وجغرافية البيئة النباتية والجغرافيا التاريخية النباتية. إذن ثلاث أنواع الفلورا النباتية، وكما نشاهد على الشاشة مثلا نبدأ بالفلورا النباتية. ماذا نعني بالفلورا النباتية؟ عبارة عن علم بيدرس ماذا؟ يدرس أنواع النباتات حسب ماذا؟ حسب وجودها وانتشارها. بيدرس أنواع النباتات حسب وجودها وانتشارها وفي فترة زمنية معينة. مثل نقول والله فلورا القدس، فلورا رام الله، فلورا الخليل، فلورا غزة إلى آخره. إذن هنا يدرس أنواع النباتات من حيث مناطق وجودها وانتشارها في زمن معين، كما نقول فلورا القدس وغير ذلك. النوع الثاني من شق أو الشق الثاني من السؤال جغرافية البيئة النباتية. جغرافية البيئة النباتية تدرس للعلاقات المتبادلة بين النباتات معا مع وسطها البيئي، كعلاقة النباتات المتسلقة بالغابات الاستوائية مثلا. إذن تدرس العلاقة المتبادلة بين النباتات معا ومع الوسط الذي تعيش فيه، الوسط البيئي، كعلاقة النباتات المتسلقة مع الغابات الاستوائية. النوع الثالث الجغرافيا التاريخية النباتية. الجغرافيا التاريخية النباتية يدرس ما يحدث من تغيرات وما يطرأ من تغير خلال فترات زمنية طويلة على أنواع النباتات، سواء من حيث الزيادة أو النقصان. وهذا طبعا يدرس أي عوامل أخرى تؤثر على النباتات كالتغيرات المناخية مثلا. نعطي مثال على ذلك، الصحراء الكبرى الحالية وشبه الجزيرة العربية، هذه المناطق التي هي اليوم قاحلة صحراوية جرداء، في زمن ما كانت هذه المنطقة وخاصة في عصر البليستوسين أمطارها غزيرة جدا، وبالتالي كانت تسقط عليها الأمطار، وبالتالي كانت هنا غطاءات نباتية كثيفة جدا. حل الجفاف، ولما حل الجفاف زال الغطاء النباتي. إذن النوع الثالث وهي الجغرافيا التاريخية النباتية تدرس هذه التغيرات التي تطرأ على النباتات. ننتقل الآن إلى سؤال علل، وهذا السؤال جاء قبل ذلك في الامتحانات السابقة. علل أو بما تفسر زوال الغطاء النباتي الطبيعي من معظم أراضي شبه الجزيرة العربية، أو ممكن نقول من الصحراء الكبرى. طب لماذا زال؟ لأن هناك حدثت تغيرات مناخية من حالة الأمطار الغزيرة في البلايستوسين إلى حالة الجفاف، فأحالت المنطقة من حالة رطبة إلى حالة جافة، وأحالتها إلى منطقة صحراء جرداء قاحلة. إذن التغير المناخي أدى إلى إحداث حالة من الجفاف في المنطقة. طيب ننتقل إلى التصنيفات النباتية المختلفة. هناك طبعا عدة أسس لعملية التصنيف. لو جاءني السؤال ويقول أذكر أنواع هذه التصنيفات وأعطي أمثلة على كل تصنيف، تصنف النباتات إما حسب المناخ، وإما على طول فترة الحياة، وإما حسب رطوبة التربة. إذن حسب المناخ، طول فترة الحياة بالنسبة لهذا النبات، أو حسب رطوبة التربة. نبدأ أولا على أساس المناخ. على أساس المناخ ممكن أن نقسم النباتات الطبيعية إلى نباتات صحراوية، وهذه بتكون أمطارها نادرة شحيحة. ممكن مجموعة أخرى نقول حشائش السافانا، الحشائش القصيرة وحشائش الاستبس، الأقاليم أو الغابات الاستوائية، وهلم جر. إذا قسمناها إلى مجموعات حسب حالة المناخ، إما صحراوية، إما حشائش السافانا، إما غابات استوائية، إما غابات موسمية إلى آخره، وهذا يرتبط بعناصر مناخ خاصة درجات الحرارة ومعدلات الأمطار. التصنيف الثاني
على أساس فترة الحياة. هذا ممكن نقسمه إلى ثلاث أقسام، وأرجو من أبنائي وبناتي الذين يتابعون هذه الحلقات التركيز في هذه النقاط، حيث دائما وما لمسناه من خلال الامتحانات السابقة يتم التركيز هنا على الاختيار من متعدد، أسئلة اختيار من متعدد. لو قسمنا على أساس طول فترة الحياة نقسمها إلى ثلاث أقسام: نباتات موسمية مثل البابونج ومثل الخبيزة، النرجس، شقائق النعمان، هذه نباتات موسمية يعني تنمو في مواسم ما معينة ثم تجف هذه النباتات. الخبيزة نلمسها في موسم الأمطار في فصل الشتاء، البابونج نفس القضية، شقائق النعمان، النرجس، هذه النباتات تنمو مع مجرد سقوط الأمطار، تبدأ تنمو ولكن مع حلول الجفاف تجف هذه النباتات. إذن يأتي قد يأتي سؤال في الامتحان ضمن اختيار من متعدد، يقول مثلا من النباتات الموسمية ويعطيني أحد البدائل من النباتات التي ذكرتها سابقا مثل الخبيزة أو البابونج أو شقائق النعمان أو النرجس. الشق الثاني أو النوع الثاني من النباتات نباتات حولية أو سنوية، يعني تنمو على مدار سنة طويلة. ومن أبرز الأمثلة عندنا في فلسطين نبات الزعتر والمرمية والجعدة، وأيضا نركز أنها قد تأتي من ضمن الاختيارات من متعدد. إذا النباتات الحولية أو السنوية مثل الزعتر، المرمية، والجعدة. طبعا كما تشاهدونها أمامكم على الشاشة. النوع الثالث نباتات معمرة، أي تستمر على مدار عدة سنوات قد تصل إلى عشرات السنين. هذه النباتات المعمرة مثل نبات البلوط أو نبات البلان أو النتش، وهذه لها أو تعيش على مدار عدة سنوات. نعطي مثال على ذلك، الزيتون عندنا في فلسطين والذي يعمر ويعيش على مدار عشرات بل مئات السنين. هناك بعض أشجار الزيتون موجودة في الضفة الغربية وفي مناطق القدس وفي رام الله معمرة جدا، تعود حقبتها إلى فترة عصر الرومان، أي ما يقارب من 2000 سنة تقريبا. التصنيف الثالث على أساس رطوبة التربة، وأيضا يمكن أن نقسمها إلى ثلاث مستويات. المستوى الأول نباتات مائية، أي أنها تحتاج إلى مياه، نباتات مائية أي تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه، مثل نبات البردة والمنغروف والعليق. هذه النباتات تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه مثل نبات البردة، نبات المنغروف، نبات العليق. هذه النباتات إذن تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه. النوع الثاني نباتات معتدلة مائيا، يعني تحتاج إلى كمية متوسطة من الماء مثل نبات الخروب، وهذا ينمو بشكل واضح في جبال وفي تلال الضفة الغربية. في هناك نباتات جفافية، أي تتحمل الجفاف وتتحايل على ظروف الجفاف وتقاومه، وقد تتحمل نسبة من الملوحة في التربة، من أبرز ذلك نبات الصبار والإثل والسدر وغير ذلك. طيب هنا نطرح سؤال، وهذا السؤال جاء قبل ذلك في الامتحان وهو من الأسئلة الموجودة في الكتاب الوزاري. السؤال يقول: بما تفسر انتشار نبات العجرم في منطقة الغور في فلسطين كما نشاهده أمامنا على الشاشة؟ انتشار نبات العجرم في منطقة الغور في فلسطين. طبعا نبات العجرم كما تشاهدونه صورته أمامكم على الشاشة، الصورة رقم 2 على اليسار كما نشاهده. نبات العجرم هذا النبات من النباتات الجفافية اللي بتحمل الجفاف ويقاوم الجفاف ويقاوم نقص المياه، فلذلك ينمو في منطقة الغور، وخاصة أنه أيضا يتحمل درجة الملوحة.
يعني إذا كانت التربة فيها نسبة ملوحة يقاومها ويتحملها. إذا هو يتحمل الجفاف ويتحمل نسبة معينة من الملوحة. ننتقل إلى سؤال آخر، ماذا نعني بجغرافية الحيوان؟ ماذا نعني بجغرافية الحيوان؟ طبعا جغرافية الحيوان الشق الثاني من الجغرافية الحياتية. تحدثنا عن جغرافية النبات، الآن نتحدث عن جغرافية الحيوان. علم جغرافية الحيوان هو عبارة عن علم، ماذا يدرس؟ يدرس التوزيع الجغرافي للحيوانات على سطح الكرة الأرضية، يدرس سلالاتها وسلوكها والعوامل المؤثرة فيها. إذن هو عبارة عن علم يدرس الحيوانات أنواعها وتصنيفاتها وسلالاتها المختلفة، ويدرس سلوك تلك الحيوانات كما يدرس العوامل المؤثرة في تلك الحيوانات. سؤال آخر، وهذا السؤال أيضا جاء قبل ذلك في الامتحانات وهو من أسئلة الكتاب الوزاري. السؤال ماذا يقول؟ يعد تصنيف الحيوانات ودراستها من أصعب أو أصعب بكثير من تصنيف النباتات ودراستها. طب لماذا؟ مع أنه هناك ما يقارب من 13 مليون نوع من الحيوانات ولكن دراستها فيها نوع من الصعوبة. لماذا؟ لأن الحيوانات دائمة الحركة لا تستقر في مكان، فلذلك تصنيفها يجد في نوع من الصعوبة. سؤال آخر، وقبل أن نتحدث عن تصنيفاتها أريد أن أطرح بعض الأسئلة. سؤال اختيار من متعدد، مثلا من النباتات الحولية وأعطيكم بدائل: الخبيزة، الزعتر، البابونج، البلوط. دعونا نفكر الآن. من النباتات الحولية يعني بمعنى التي تعيش على مدار سنة: الخبيزة، الزعتر، البابونج، البلوط. نسمع الإجابة. إذا الإجابة صحيحة هي الزعتر. سؤال ثاني من اختيار من متعدد: من النباتات الجفافية: البردة، الخروب، العجرم، المانجروف. نفكر بالإجابة معا. نعيد البدائل: البردة، الخروب، العجرم، المانجروف. إذن هو نبات العجرم. ننتقل الآن إلى تصنيفات الحيوانات. طبعا بالنسبة لتصنيفات الحيوانات كما نشاهد السؤال على الشاشة، وضح أبسط أسس تصنيفات الحيوانات التي تعتمد عليها جغرافية الحيوان. تصنيف الأول على أساس العمود الفقري، إذا صنفناها في هناك حيوانات لها عمود فقري وفي هناك رخويات، فنجد حوالي 95% من الحيوانات ذات عمود فقري. التصنيف الثاني على أساس التكاثر، ممكن على أساس التكاثر نقسمها إلى قسمين، في هناك تتكاثر بالولادة وهناك تتكاثر بالتفقيس أي من خلال البيض، وعلى أغلب الطيور تتكاثر بالتفقيس والأسماك، وعلى أغلب الحيوانات تتكاثر طبعا بالميلاد أو بالولادة. أيضا على التصنيف الثالث على أساس السلسلة الغذائية، هناك من الحيوانات آكلة للحوم كالأسود مثلا، وهناك آكلة للأعشاب كالماعز والأبقار وغير ذلك، وهناك آكلة للحوم والأعشاب مثل النمل والديدان. إذن هكذا صنفنا الحيوانات المختلفة. ننتقل إلى سؤال آخر، ننتقل إلى العوامل المؤثرة في نمو النباتات والحيوانات. العوامل المؤثرة في نمو النباتات والحيوانات. العامل الأول وهو الضوء، والسؤال اللي أمامنا على الشاشة ماذا يقول؟ ما أثر الضوء كعنصر من عناصر المناخ على ماذا؟ على النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. إذن السؤال عبارة عن شقين،
دائما ننتبه للسؤال، اقرأ السؤال، تمعن به. ما أثر الضوء؟ الضوء كأحد عناصر المناخ، على مين؟ على النبات الطبيعي، وعلى مين؟ والحيوانات البرية. إذن شقين السؤال. طبعا الضوء له تأثير، وتأثير واضح، لأن النباتات بصفة أساسية تحتاج إلى كمية كبيرة أو كمية مناسبة من الضوء. طب لماذا الضوء؟ كي يساعد على إتمام عملية التمثيل الضوئي والبناء الضوئي. فلذلك بنلاحظ أن المناطق القطبية وشبه القطبية نسبة الضوء ضعيفة وقليلة، بينما لذلك نلاحظ أن حجم النباتات نوعا ما قليلة. بينما في المنطقة الاستوائية نجد أن هناك نبات كثيف. لماذا؟ لأن هناك كمية إضاءة عالية جدا، إضافة للحرارة والأمطار اللي حنتحدث عنها إن شاء الله تعالى لما نتحدث عن الغابات الاستوائية. هناك أيضا نباتات محبة للضوء، مثل نبات الاستبس. هذه النباتات تحتاج إلى ضوء وتبحث عن الضوء. وهناك نباتات تحاول أن تبتعد عن الضوء، يعني مثلا النباتات المحبة للضوء كنبات الاستبس، وهذا نبات الاستبس عادة ينمو في المناطق المعتدلة كحوض البحر المتوسط وغيرها. هناك نباتات محبة للظل، تعيش عادة في الكهوف كالطحالب مثلا وكزبرة البئر وغيرها. هذه بعض النباتات التي تنمو هنا أو هناك، ولكن المحبة للضوء نجد أن ما يميزها أن أوراقها خضراء، بينما التي تحب الظل نجد أن أوراقها تميل إلى اللون الأصفر أو اللون الأبيض. وهذا ما نلمسه إذا رفعنا صخرة ما، نجد بجوارها أو في ظلها بعض النباتات. إذا كانت طبعا بعيدة عن ظل أو بعيدة عن الضوء وتكون في الظل، نجد لونها يميل إلى اللون المصفر. أيضا ننتقل إلى العامل الثاني وهو درجة الحرارة. السؤال يقول: ما أثر درجة الحرارة على نمو النباتات وتوزيعها على سطح الأرض؟ ما أثر درجة الحرارة على نمو النباتات وتوزيعها على سطح الأرض؟ هنا سنتحدث عن ذلك من جانبين. الجانب الأول درجة صفر النمو، الجانب الثاني الارتفاع أو الانخفاض في درجة الحرارة. أولا درجة صفر النمو، متعارف عليه أن لكل نبات درجة صفر النمو، بمعنى أن النبات لا ينمو إذا انخفضت درجة الحرارة إلى هذا الحد. مثلا القمح يحتاج كحد أدنى 5 درجات، الذرة يحتاج كحد أدنى 9 درجات. إذا انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون ذلك، لا يساعد ذلك على نموه نموا سليما أو نموا طبيعيا. الجانب الثاني وهو الارتفاع أو الانخفاض في درجة الحرارة. أيضا الارتفاع في درجة الحرارة إذا كانت مقترنة بالرطوبة، ساعد ذلك على نمو غطاء نباتي كثيف جدا، كما هو الحال في المناطق الاستوائية. وهذا نلمس غطاء نباتي، غابات استوائية كبيرة جدا. بينما إذا كانت درجة الحرارة دون رطوبة كما هو في المناطق الصحراوية، أدى ذلك إلى ندرة الغطاء النباتي. يعني إذا كانت الحرارة مرتفعة ولكن لا توجد رطوبة، لا توجد أمطار، نجد أن هناك غطاء نباتي شحيح نادر مبعثر، وتنمو بعض الشوكيات هنا وهناك. أيضا في المناطق الباردة القطبية تنخفض درجات الحرارة وعلى القمم الجبلية، ولذلك نجد أن هناك قد تتراكم الثلوج، وهذا لا يساعد على نمو النباتات، كون العصارة قد تتجمد في سيقان وأوراق الأشجار، فبالتالي هذا يلعب دور كبير جدا على ضعف الغطاء النباتي وندرته في تلك المنطقة. أيضا بالنسبة للحيوانات، انخفاض درجة الحرارة قد ينعكس بدوره على هجرة الحيوانات من مكان إلى آخر، والدفع بها
للفرار من بيئة إلى بيئة أخرى، كما نشاهد ذلك في طيور المهاجرة في سماء فلسطين وفي حوض البحر المتوسط ما بين فصل الشتاء وفصل الصيف. أيضا بالنسبة للزواحف والدببة وغير ذلك، إضافة لذلك فهناك حيوانات تتواءم بل تتأقلم على طبيعة البيئة. يعني في المناطق القطبية قد نجد الدب القطبي يعيش في تلك المنطقة، حيث نجد أن الحيوانات هناك تتأقلم مع تلك البيئة من حيث الجلود والأسواف والأشعار وغير ذلك. وفي البيئة الاستوائية مثلا أو البيئة الحارة نجد بعض الزواحف كالتمساح والأفاعي وغيرها. ننتقل إلى العنصر الثالث من عناصر المناخ ولنبرز أثر هذا العنصر وهو الرياح. وموضوع الرياح كثيرا ما تعرض أو تعرضنا له في امتحانات الثانوية العامة، يعني في العام الماضي والذي سبقه كان هذا السؤال، كان هناك عدد من الأسئلة في خلال أسئلة امتحانات الثانوية العامة. يعني سؤال بيقول كالتالي: ما الآثار الإيجابية والسلبية للرياح؟ إذن السؤال من شقين: ما الآثار الإيجابية والسلبية للرياح على مين؟ على الغطاء النباتي الطبيعي. إذن دائما فكر ابن الطالب وبنت الطالبة، فكروا بالسؤال جيدا حتى لا نضيع على أنفسنا أجزاء من الإجابة. اقرأ السؤال تمعن به. السؤال من شقين: الآثار الإيجابية والآثار السلبية. الآثار الإيجابية عندي نقل حبوب اللقاح، الرياح لها دور في أن تنقل حبوب اللقاح من مكان إلى مكان آخر، كذلك نقل البذور من مكان إلى مكان آخر، وهذا مصداقا لقوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. لكن نأتي إلى الآثار السلبية. آثار السلبية كثيرة، منها عملية التجفيف. التجفيف الرياح السريعة والجافة تعمل على زيادة معدل التبخر والنتح من أوراق النباتات، وهذا يساعد على جفاف النبات بسرعة، مثل رياح الخماسين إذا هبت على المنطقة تعمل على تجفيف النباتات. النوع الثاني التقزيم، الرياح الشديدة السرعة تعمل على تكسير براعم النباتات وتقزيمها أولا بأول، وبالتالي تبقى هذه النباتات قزمية صغيرة. التشويه، التشويه نتيجة لاشتداد الرياح في اتجاه ثابت. إذا كانت الرياح تهب في اتجاه ثابت نجد أن تلك النباتات تميل في اتجاه مع الرياح، يعني معاكس، تميل في اتجاه معاكس للجهة القادمة منها الرياح. فإذا كانت الرياح مثلا قادمة من الغرب وبشكل مستمر نجد أن النبات يميل نحو جهة الشرق. أيضا التكسر، نلاحظ قبل لما نتحدث عن التشويه نلاحظ الشجرة أمامنا واتجاه الرياح من جهة الغرب مثلا، فتدفع بالشجرة للانحناء نحو جهة الشرق. أيضا التكسر، إذا اشتدت الرياح وأصبحت الرياح عاصفة وصلت سرعتها فوق 100 كيلو متر في الساعة يؤدي ذلك إلى تكسر أغصان الأشجار أو قلعها من مكانها، خاصة إذا كانت هناك عواصف وأعاصير. أيضا النقطة الخامسة في ذلك نقل الأمراض مثل صدأ القمح والمن، وهذا يؤدي إلى تدمير النباتات وإضعافها. ننتقل إلى سؤال آخر، السؤال يقول: بما تفسر ظهور نباتات طبيعية في بيئات غير بيئاتها الأصلية؟ ظهور نباتات طبيعية في بيئات غير بيئاتها الأصلية، ممكن نتجه أو ننتقل أو نشاهد بعض النباتات لا تنمو في البيئة هذه، نباتات مثلا منطقة معتدلة نجدها في منطقة مثلا باردة أو ما شابه ذلك. طب ما الدافع، ما السبب، ما الذي نقل هذه النباتات؟ للرياح دور. أولا
دور الرياح حيث تنقل البذور وحبوب اللقاح من مكان إلى مكان آخر. العامل الثاني وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله تعالى دور الحيوانات. دور الحيوانات قد يلصق في أصوافها وأشعارها بعض البذور كبذور الشبيط مثلا، أو من خلال روث تلك الحيوانات، فقد يكون في روث الحيوانات بعض الحبوب التي لم تهضم فتنمو في بيئة غير بيئتها الأصلية. ننتقل أيضا إلى سؤال آخر. السؤال يقول: هناك علاقة طردية بين كمية الأمطار وكثافة النبات الطبيعي وتنوعه. هناك علاقة واضحة بين الأمرين، كمية المطر وبين كثافة النبات الطبيعي وتنوع. زيادة معدلات الأمطار وخاصة إذا كانت مقترنة بالحرارة، هناك معدل خاصة إذا كانت معدلات الأمطار حوالي 50 سنتي إلى 150 سنتي، هذا المعدل المتعارف عليه من 50 إلى 150. إذا أقل من ذلك سأدى ذلك إلى نوع من ندرة الغطاء النباتي، لأنه ممكن نصل إلى المناطق الصحراوية خاصة إذا كان أقل من 30 سنتي أي حوالي 300 مليمتر. من 50 إلى 150 نلاحظ أنه في عندي هناك تنوع في الغطاء النباتي، يعني 150 نقول 150 يعني معدل 1500 مليمتر. فهذا المعدل إذا كان عندي حوالي 1150 1500 مليمتر أي 150 سنتي، نجد أن هناك غطاء نباتي كثيف جدا كما هو الحال في المنطقة الاستوائية، الغابات الاستوائية والموسمية. أيضا في المناطق اللي يعتدل أو يكون فيها معتدلة معدلات الأمطار مثلا من 400 إلى حوالي 1000 مليمتر، نجد أن هناك تقريبا غطاء نباتي متوسط. بعض الأشجار المبعثرة هنا وهناك، حشائش السافانا إلى آخره. أيضا إذا ندرت وقلت عن 400 مليمتر وخاصة إذا أقل من 300 مليمتر، بدأنا نجد أنه غطاء نباتي شحيح ومبعثر ومعظمها نباتات شوكية كما هو الحال في الصحاري. ننتقل إلى سؤال آخر. ما علاقة الأمطار بالحيوانات البرية وتوزيع الجغرافي؟ طبعا هنا العلاقة لا تكون مباشرة، إنما العلاقة غير مباشرة، العلاقة هنا غير مباشرة لأنها مرتبطة بتوزيع وتنوع النباتات الطبيعي. في المناطق اللي فيها طبعا غطاء نباتي كثيف كالغابات الاستوائية وهناك أمطار غزيرة، نجد أنه تعيش فيها القردة والقردة مثلا والزواحف كالتماسيح، بينما في المناطق الصحراوية النادرة الأمطار نجد أن هناك بعض الزواحف كالأفاعي وغير ذلك حيث تنظر معدلات الأمطار في تلك البيئة. طبعا هذا العامل الأول وهو عامل المناخ. أبنائي وبنات الطلبة، سعدنا بصحبتكم خلال هذه الحلقة، إلى أن ألتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة حيث نستكمل العوامل المؤثرة في الغطاء النباتي أو في التوزيع النباتي وكذلك في الحيوانات. كان معكم الأستاذ حمدي أبو ليلى مشرف الجغرافيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.